وما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقليص عدد هذه المساعدات. يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين ويزداد احتياجهم الضروري لمثل هذه المساعدات. المزيد مع الزميل أحمد ممدوح مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين من أمام معبر رفح، ننقل لكم الصورة الكاملة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه المساعدات الإنسانية، حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال في الوقت الذي تزداد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحاجتهم الضرورية لمثل هذه المساعدات، سواء كانت مساعدات غذائية أو طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية. اليوم تم دخول 97 شاحنة محملة بأطنان من المواد الغذائية، بالإضافة إلى دخول يعني 7 شاحنات للغاز و4 شاحنات للسولار، كما تم رفض أيضا دخول 4 شاحنات للمستلزمات الطبية. هم يمنعون دخول هذه المستلزمات الطبية بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وزيادة معاناته والوصول بهم إلى المجاعة والتهجير القسري أيضا للفلسطينيين من قطاع غزة. جهود مصرية حثيثة لدعم هذه المساعدات من خلال استقبال معبر رفح لهذه المساعدات وتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن قوات الاحتلال بتمنع دخولها أيضا، حيث لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى حتى في العطلات والمناسبات الرسمية، فهو يعمل لإدخال هذه المساعدات الإنسانية. أيضا الجهود المصرية لم تتوقف فقط على دعم هذه المساعدات، بل تسعى إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى، وأيضا استضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة اليوم من أمام معبر رفح، وعودة للزملاء في الاستوديو.